السلام عليكم يا أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. اليوم جاي على ماركت سوري، جاي بابونيج بدي أخدت. هاي هي بمحله صاير سلطان غازي، وهون كوسايات محشي ولا شيخ المحشي كمان، لأن المحشي كمان بصير كوسايات صغار، كوسايات بلدي. أنا خصوصي جيت مشان زعتر أخضر. مرحبا بلمي، هيكشونا رحاتنا شغلي غمبنا كيفنا. حبولي مخصوصي عزاتهم بدي كوني معني ماركي معني زعتر حشين. زعتر خبرن ده إما صول صول دكرم صولي على زي كيلو سي كيلو دكرم معني مناتي هنا مصولي چوني نا دو بير خلاص بي برا كوسة هانا برا بابو نجهايا بابو نجي أصلي إيه كندو مبر برا كندري قش هانا معني ليتشار خو بعجون جي بعجون إذن دار ما كاتنا هفنا دار كاتنا إي چوچكنا ببرا چو دغازن هاي هفولي من دولمي حشك جي نوفي ديكاني مركز سلامي سلطان غازي ممكنن اي حاس دكي هوبا رحمي جندي جهاية ما شاء الله بش خاس هلا بدي اخد خساي كمان في عنده وجوه في غراض السوري واحد ايش ما بده في كمان طلع البابونيج محلى اصدقائي ريحته بتجنن مشان الزورات كتير مفيدة والله خاصنا جيب على المحل أنا مشان أكتر شي زعتر الأخضر والبابونيج زعتر الأخضر بشهي هبوني من وأسور صول ولا تقرب ايه صافي أصدقائي صولكم شوي محل هذا محله كمان من جوا هادول ايش ما بدكم فيه وعنده كل اسبوع كل يوم كني في عروضات شغلاته رخيصة بينزل عروضات هون هنا بأربعة الوسط بسبعة إيش ما بدكم بتلاقوا عنده أراجيل كمان بس هو أكتر شي بينزل عروضات الشغلات الكهرباء عنده وعنده مي فرنجي دبس بندورة أسعاره كويسة ب12 ليرة بتوتية بياخد حفلة من المسيب أنا دورة جام جيندا برند هاي داود ديو سكين أوكنا ببل هوا في شمس وفي الغالي هدول ب12 ليرة هلا بناخد بدي أخد مش كم كيلو هون عنده في عروضات هيك شغلات عالشوار على الشواية على الخلاط هدول عروضات يعني؟ ايه عروض كل قطعة بالمحل من بسكوت والله هو كل اسبوع شلون لحسب الايام؟ نحن كل يومين ثلاثة بنعمل هيك عروض بشكل عام بشكل دائم هون كمان جبنة جبنة الخضرة فيه وجبنة مسنرة فيه وجبنة مشللة فيه وأسعاره عادية ماش بوشي هلا كمان نشوف ناخد أصدقائي رجعنا لكم هي رجعت على البيت أفرجيكم إنه إيش جبت واشتريت اشتريت هون كيلوين جبنة حاليا بس بدي أشتري قبل رمضان أشوفك حتى للمونة هلا هيك تجربي هاي جبته اتسا طيبة بشتري او بجيب حليب بدي اسوي عيدي اشوف شلون بده يصير معي هابو ليمن هابو ليمن معكم موجود دي كيلو بانيل ماكوي مدي كيلو دمس كري دمسي اروية منهم خوش بي ازي بري بكرم وهون اشترينا ورق غار ولومي ليمن بيابس لازمني هدول
وجبت 8 كيلو صابون غار، كثير بحب الصابون غار. بس اكثر شيء روحتي كان مشان الزعتر الاخضر ومشان البابونيت. وهون اشتريت خسه كمان ما شاء الله، ناول مزرعون خس هيك سوري. هون تبعي تركيا غير نوعيه، بس في كمان بالبازار هيك شيء كمان اشترينا. اعطيني الصينيه ماما، فصي زعتر الاخضر. روحتي اكثر شيء كبيره، اكثر شيء روحتي مشان البابونج والزعتر الاخضر مثل هالورد. كل سنه بحط منتي زعتر الاخضر بكفيني سنه كامله. اولي من بنش الزعتر اذن دوت بيرما امبارح تبين ام بتشين بيتي رحمتي وانا بتشين جيران جيران ام جنجي جيجن هاف ذا كاتن ام تشك بينو تشغنو وكي بها ها وتانجي بها راها بين ام دشين بر بي اوي اوفر اش برو هنا بر وي پاسوري رو حتى اوي ام دشين دشت دگوتن هنا بر وي پاسوري درو مگه دکر اینوکنه امه هنو گی وقتی نم از اینوکنه اولی من فنه ماشالله زعتری خوب پرنده من دیرن در صورت مرا شاند گمنه هانیه از تابله چوب و اکی مگود حواله مگه اید غازه موارا محل کشند و دو ساده بیم سلطان غازه و حسب نکنه پر منطقان ها ندینن منطقان ها نجی مینن یعنی مکه پرس کنو که در هایه این دو غازه بکرن و کیلو جیب چلی مکری حواله من رو جیب دی سحن صینیه زغیره میشنه حد و حواله من اوار رو بیم نکنه حواله مثل امی نکنه بلو وقتی نن بدو فکنه و دینه و بدو فکنه دینه او حواله مثلا نخنو همه وقتی نه گمایی خواه همه دینه نیالی کی و ای های مثلا دفکی خواه هنه او وانا همه هنو جه کن از که نخنو وانا رو نیم وقتی نیم او وانا از که وانا چه ناکم از که حشب بکم هوا از تف زورا دیکم معنی بستانه پر رنده معنی کخکه معنی دارا یعنی همه حشب بکم و از هنی دیشه حشب بکم معنی خوارنه مثلا بیز دارا شیبن هنه وقتی حشد که بیه از که هنی حشب بکم از که هنی بگرم وقتی مگر جی تادی برای بیم زعتر وارو صورم ای خو، یعنی وقتی از زعتر دیگرم سواله حتی سواله دمیمی هم ولی نتشتگ نبیم. دل لسنه لسنه جد ما بصر له ایشی. فی عندي طريقتين لكبسة الزعتر الأخضر، بحطوا مية الملح وشوية الحليمون، وفي منهم بيحطوا بالزيت كمان، بساوي قطرميز هيك وقطرميز هيك، وإن شاء الله بصور لكم إياها كمان، بس أنقي عن نضيف، هون هدول كلهم بنقيهم تنقاية، ريحته يا الله ما طيبه. كثير كثير هيك ريحته شهية وكثير مفيدة. أنا دايما والله هذيك سنة أنا شي 3 كيلوات حطيت اللي قبله هيك، يعني بس الوافي بكون آخر الدنيا بروح بشتري. وحتى هذا أنا بركي مثل ما قلت لكم غازي وسمان باشا، بس رحت للسلطان غازي جبت مسافة بيتي شي 15 دقيقة، رحت بالسيرفيس رحت جبت وجيت، وحظي رحت مطر مطر مطر، جو كان كثير برد ما شاء الله بارونك الماكر ام هنا او بي الحمد لله الله يبعث الخير على المطر. وكي مقول حبو ليمن لو كنا بلو فيديو مدريج نابي حد كي حد تجيب صينية تانية حبو ليمن ازي جيب قاتل ما ازي بوشي بيش واكم اختاكي او بكم بلو فيديو ما مدريج نابي حد كمان حد خي بعد هاي كم ما يطف حوالی من بابونه جه خواجی که خود بابونه جه خوارم ده و بابونه جه کیلو به چلی بید چل ورقی مرا حسبان امین اکنو به جه هنو گی او بکن از دیسو گی وقتی نم آخه درا کوکی گنده گی جه کم از ایران داشی نم از بینم سر تفسی که امین حشک بکن صوروا على القريب ولا ساكن. اوه يا سلام تخبيني خو خوشه هفو برفيداليه هي كتير مفيده. بتعرفوا هي كتير اصليه البابونج هي هيك شوف
هيك شوفوا اصدقائي، هاي هيك الاصليه اللي ما له ورود. ايوا هنا كليكي سبي دوري هاي هنا اصليه، هو فيرد من بارد قلت كليكي بس لقندو داردك هاد، بس ايه اصلي هنا يا عزيز اكلو فنو يا كياك ازيكي هنا او بكم وازي في اوخي مثلا دارو جي هنا قدكم في اونو او هنا ازيكي بو بكت بنيم سات تلبسيه وديكم اودوكي بلو هنا بخو حشك ببي هفو غراك ما دبي بستوني ونقنا زي تشكي بكالينم والله سالمي كاتما امي نقنا بكالينن جي واف جي برفيدا هايو ازيز اعتاري فيديو فكنو جي واكي مقود هفلي موادينا او فيديو فكنو ساكا مثلا هنا هفنو امي وقتينم وني هنا نا او سري جنت بستي جنت ادريج مثلا جيكن ام ونو تشانوكن امي حشبكن تافي ببني جيكن بستوني يعني شو اختي بي اجراك ما ببي هوا ام كده ساعة اخرى روينان يوش يوش جي بوك بكن ام نكون جي تصوير كن بعد ام خلص كن وقتي قرتني از بيشواكم هوا لما از وارا ببي ام چوب ام كي چوب بگرن و چوب بكن. اصدقائي هاي مثل ما قلتلكم نقيته وحطيته بالقطرميز. هون عندي 6 قطرميزات صغار وواحدة كبيرة، هاي بدي اكبسها بالمي، مية الملح والحليمون وهدول بالزيت، تختاروا يا هيك يا هيك بس اثنيناتهم، بس تبعية الزيت تطلع كثير طيبة يعني تقولي تازاي جايبتيها. هافولي من هافو ومني فيجي نحن حشكري سات تفسير رخيص يا كي حشك بكم انزي بيش واكم وعفت شي هيك كيلو 3/4 كيلو شان ايبسو. بسم الله الرحمن الرحيم، هلا حطيتهم هيك بالقطرميز متش ناكري بس كي زيتي باردي سهل، بس بدنا نفضي زيت. بسم الله الرحمن الرحيم، وعندي هون زيت حلو وزيت نباتي مخربط، هلا هيك بفضيهم كلهم. عمي نيفي خبز زيتي بقرن ونيفي جي عمي بقوفي بقرن، أصدقائي هلا هون بدنا نساوي مية الملح. عندي هون ملح جبولي معلقة، هي كتير مالحة مشان ما يصير مالح، ثلاثة حاج. وهون عندي معلقة ملح ليمون معباية، هيك بنحركه خلي يدوب ملح كله، انتو بتختاروا يا هاي يا هاي. ساويت 4 زيت وعندي هون 3 بدي احط مي ملح وملح ليمون، يعني اثنيناتهم طريقة بتضل سنة وما بصير له اي شيء. وهلا بتعرفوا اصدقائي زيت غالي والله ما بتوفر بالواحد مع الواحد. حبولي ما تغزي زيتي تكني تغزي اوفي تكني هفو اختياري وايا هفو اوف ما بكري اوفي خويا وملح ليموني. بسم الله الرحمن الرحيم، وجد حطو صولي بميني وديسو عزي روكي بيش واقف مثلا وقتي متشيكر مكر تشتكي برو اوفي مع كيما امي تشكدا تشيكر ما ديسو ما تكابتشيك همو او او كابتشيك خوي ونيف كابتش الحلمون امي انا رانا تابتر تشتكي كل نغوزي تشتكي نغوزي بر خلويا. اصدقائي كتير كتير سهلك، هلا هون بنحط شرايح ليمون كمان، هلا هي بغطيها بهالمنظر هيك هدول بالمي. أنا وهدول بالزيت بالزيت. شو هتساوي نبوشي؟ شو هتساوي؟ بعدي يا رجعتي جيتي لعندي؟ ليش حاب تجي؟ دي سلمي قولي لنا مرحبا. أصدقائي خلصنا هون، هون عندي 4 بالزيت وعندي 3 سويت بمية الملح وملح ليمون، وهي بدي يبسو بدي امدو على شيك شرشف نظيف.
دا يبسو هذا لازمني مشان البيزا ومشان الاكل، شغل ايد الواحد غير حفولي من ودي اكيد بويدوك نحشك بك وما ايه سارجي قد كرنا هونو مجي دي في قد كرنا هواجي مكرنو في زوروتي زوروتي جا حشك بك هوا معني زوروتي وهواجي اكيد معني حشكرنا هفوكي راكي من معني شيفو دارو وما هونو زعتاري خوكرت وشولي وعجبون دي فكرة وقو عجبون واجي تشيكر واكي ما يقولا قولا بخون امشي قولا قولا بخون وساعد بجوني وارا وما روجي يا رب وما تنسونا بالدعم ولايك واشتراك وباي باي. دنا ايه اكامي زاكلة ايه عمي عمي بخي ها باي 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 ايه.